هذا اكيد احد مرسله من منافسينا. ما قلت والله يا ابو قبلان، هذا واحد يدري براسه ولا يدري وين ربه حاطه. هذا شكله من الحذران اللي ابوه يعطيه دريهمات وقال روح تمشي في الصياد. هب يا الحذري، ما لقى يتمشى الا عندي هنيه، لكن هين تمشيته هذه بتخليني يمشي كذا ما بسمع على علبه. اوريك يا ابو الاغابيب. يا عيال ذا وراه تاخر، الشمس بتغيب، نبي نروح نريح. بشركم يا عيال نقلت الملكيه الحين. يا عامر انت شاري الدينه ولا القعود؟ لا شاري القعود، بس ترى الاجراءات مب سهله، في شريحه بيانات تنقل المعلومات كلها حقت المالك الاول وتجي لي. يا الربع لقيت لكم اهل القعود، شباب طيبين ودقاق ورقاق وحلا. من معي؟ انا عامر. من وين؟ من حي السلي. ونعم. وين؟ شوكوش جده حي الهندويه. كفته راعي نظر من الجراديه. ياسر من الشفا. تركي من ام الحمام. صالح من القصيم. خذيت المفروض وسميته مجلعد وبتحدى فيه بالمفاريد، ويا بعزها ولا بعزاها؟ لا والله في عزاها، في عزاها ان شاء الله. كوفو يا راعي مجلعد، ترى المنافسه حاميه واشوفك واثقه من نفسك. اي بالله واثق، واثق ومن تفخ راسه، لكن الراس هذا والله ما ينسم غيري انا. الثقه بالله اولا، ولكن في عوننا في الميدان، اللي في راسه شيء يجي للميدان. تحسي وتعقب؟ ان شاء الله اني لفرك حشمه. يا ابو قبلان تخوي ربعتني، الله يربعك. وش علمك؟ هالمعذر هالمعذر، يقولون عنده واحد راعي نظر هو اللي اختار له القعود. راعي نظر؟ هلا هلا الغيم اللي انا شفته هذا واخوياه اللي معه، والله يا زولهم ما هو زوله ناس يبين يجيبون واحد راعي نظر، لكن نكمحهم راعي نظر. وش اسمه؟ اسمه كفته يا ابو قبلان. جعل والله يكفي تهشر. خل كفته. عال عال كفته، تعيد تعيد، هلا في اسلام عري تعيد. وكذا هو هذا طاوي الجوع، هذا يدور العيشه. ما هو يقول واحد طال عمرك يدور ابن ومزاين، لكن هين هين يا ريجين. الوعد الوعد، الميدان الميدان يا حميدان. هذا وش جابه؟ شوف اللي رفعه المزاد، طلعوا اخوياو. هذا نظامكم. اقول ياشين السرج على البقر. الغليم يقول لك تحداني انت. انت ورا ما تقش خوياك هذول اللي معك وتروح تلعب بلاي ستيشن، ابرك لك. لا تجي تحدى عطران الشوارب. اقول يا عطران الشوارب، الوعد بالميدان. أنت ما تعرف من تلاعب. هذه حقة بلايستيشن. ها؟ حقة بلايستيشن. أنت ما تعرف من تقاوم. هذه حقة مواتر. بعد. أنت ما تعرف وبس. يا شيب عيني شيبة. ولد أبك انفست علي. والربع كلهم يشهدون وكلامي أنا مثل السيف. انفست علي. ترى إلك منقية إلك أنت لحالك. أشهدوا يا رجال، يا رجال خلكم شاهدين. الرجال يقول انفست عليه يعطيني ناقة المنقية. أنا شاهد، أنا شاهد إن شاء الله الناقة ناقتك المنقية. لا والله القمزة القشرة تلطك أنت خوياك. كالمنقية ما هي بناقتي، المنقية 20 ناقة. انفست ترى هيك، لكن ما فزت وفزت أنا قعودك. قعودك نبى نقصبه وبنت عشاها والريجين. سلامات يا كابتن، تبغى يقصب قعود ب 700,000؟ احنا فين؟ قوم يا واد. هذا والله اللي مشاركته ما هي في محلها. اقعد اقعد اقعد، هذا تحدي. من كان خويكم يبى يناطح الريجيل وصام خروس يتحدى، وان كان ما هو بكفو برخمة يهز على شحم ويقعد. أقول تم، وأنا راعي مجلعد.
نتوجه. ها نطلع الفائز بالمركز الأول أمجل عدل عامر بن علي. المحترم ابد الك وش لعبتي. يا سلام عليك. طيب وش قال لك؟ خد معي وقدرني وقال يا قهوجي يا قهوجي. وراك تناظر انت القهوجي؟ اي قال لي انا مو بنت. اوكي الزبده. ويجي القهوجي يقهويني ويجيب القدوع ويحطوني بصدر المجلس. حلو. الى الان خطتك في الصميم. متى بتخاطبها رسمي؟ بعد دوره التكتيك. دوره التكتيك؟ انت وجهك بتخاطب ولا بتصير مدرب الهلال؟ يا ابوي وش عرفك انت؟ هذه دورة يسوونها الكوش قبل الزواج. تكتيك؟ قصدك اتيكيت. وهلأ يا عامر بدك تفهم شو معنات الاتيكيت. يعني إذا بتفوت على مجلس كله ناس، أول شي بتبتسم بتقول مساء الخير. مساء الخير وصباح الخير وبنجور عندكم أنتم. حنا عندنا تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدين قل اللي تبي. ما لنا مشكلة يا خي، ما لنا مشكلة. بعدين بتقعد بالمكان اللي بيختار لك اياه المضيف. بتقعد هيك. سلامات يا ابوي، تحط رجلك بوجه الرجاجيل. نزل رجلك وحشم رجال، نزلها. ما لنا مشكله يا خي، ما لنا مشكله. طبعا انت بعد ما بتقعد هن راح يسالوا شو حابب تشرب استاذ عامر. انت هون بتختار، بدك شاي، بدك قهوه، بدك عصير مثلا، شو ما بدك. رايح كافي انت تطلب، مالك كل القهوه والقدوع، بعدين تخش بالشاهي. مانا مشكلة يا خي، اللي موجود. وهلأ يا عامر إجا دور الأكل. الأكل شغلتين، بس تفوت على طاولة الطعام ما بتروح دغري على الدجاج وعلى السمك وعلى اللحمة، لا، بدك تفوت على المقبلات، حمص، فتوش، ورق عنب. بتغز هيك وبتقطع باليمين هيك وبتاكل هيك. سلامات. عزيمة مشاوي حمص وتبولة. وين الشحم واللحم؟ وين المفطح؟ يا خي أنا شحمة ولحمة وهيدا مفتح. شو؟ عرفك أنت بالمرجلة. اليوم بعطيك دورة في المرجلة. لا منك جيت عند الرجاجيل، لا تقعد تمط بالكلام، لا جيت تمشي، ارفع صدرك كذا فوق، خلك رجال، أوكي؟ فهمين عليك، قدام. يا عامر البنت ذي ما هي من مستوانا، لكن وش رايك أخطب لك بنت أختي منيرة، بنت مؤدبة وذوق. لا 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 يما، منيرة مغرورة وحقودة وشايفة نفسها على مدري وش. خل زوج شروق بنت جيراننا، معلمة رياضيات وتعرف تطبخ. جوي رياضيات، تكفى يا عامر تزوج شروق، خلها تدرسني رياضيات. سلامات. كل واحد بيزوجنا اللي يعجبه. أنا اللي بتزوج ولا أنتم؟ اسمع عاد، ترى ما أنا بدافع لك ولا ريال بالزواج هذا. ما يحتاج يبو، ما يحتاج. الناس اللي بتزوج من عندهم كاش أبو الكاش، وهم ما يبون شيء. الزواج عائلي، يبون رجال. أمحق رجال. يفتحون على وجيههم، حاطين العشاء الساعة 4 الفجر. لو اني مو بأم العريس كان طلعت. لا، وجايبين مطرب ومدخلين علينا. هلا والله بالعائلة البطلة. ددير بد ددير بد دربد دربد. مساء الخير لأحلى أب وأم وقت بالدنيا. عجيب والله. حي الله العريس. نوف قومي ضبطي لي فطور، أنا والمدام ولوسي. لوسي؟ هي لوسي، قطوة المدام. وانت سويش تريمة ولا لوسي؟ أقول قومي جهزي الفطور ولا يكثر. قومي يا نوف، قومي جهزي لهم الفطور. ليه والله؟ وأنا شغالة عندهم. إيه شغالة، الزبدة، أبرسل لك اللي تحبه لوسي على الفطور. تجيبينه تحطينه عند الباب وتطقين وتنقلعين، أوكي؟ يلا بعد إذنكم، أبروح للمدام.
الله يستر يا ابو عامر، لا تسوقه هالمره سوق. هاي ولد ذيب ما اقدر عليه، حنا تقدر عليه انت الناس. كيف تجربتك بالزواج يا عامر؟ الزواج استقرار وراحه نفسيه، بعدين وراكم متجمعين علي كذا، اول مره تشوفون واحد متزوج. واه يا عامر والله صاير متنان ومستصيح. ايه هذه سلبيات الزواج، ادخل بنادي يا ولد عمي والحق على عمرك. ايه انت وياه لا تسقونها على عامر، ترى ما له كم يوم متزوج. ايه هي دحين تاكلك بيدها؟ لا تاكل لوسي وانا اكل بيدي، ليش ما عندي يد؟ انا اللي ابغاه من الزواج اني اتزوج واحده تاكلني بيدها. واضح انك فاقد حنان وفاقد امل بالحياة. الله يحيي جاراتي. الله يحييكي، جينا نبارك لك كده على زواج عامر، ما شاء الله الله يتمم له على خير ويسعدهم ويوفقهم عقبال شكو شكفته يا رب. إلا يا أختي فيها زودة عامر، ليش نشوفها ونسلم عليها ونبارك لها؟ جاية جاية، كلمتها وشوية وتنزل. شكش أم شكش تخاف من البسة، شيل البسة يا بنتي شيل البسة. حبيبتي خذيها لفوق ورجعي سلمي على الحريم. لا بروح أنا ولوسي ولا برجع، اللي ما يبي لوسي أنا ما بيه. طويلة أم لسانة مصبياتي، جلسي أختي جلسي جلسي. اختراع محلول يحول الورق إلى قماش. شوفت عينكم يا جماعة الخير، شوفوا جايين لا مستعدين للدراسة وأصلا مو بوجيه دراسة، ذولي لا كتب لا ملابس، هذا لكم قدامكم. أبا يا عامر كل هذا حصل منك؟ لكن هين هين الوعد عندي في البيت، عشان كده أمس ما جيت البيت. ها فتبت يا واد يا داشر، كنا صراحة من ياسر وين كنتوا في امس؟ وين كنتوا؟ احنا كنا في ال في الاستراحه. الاستراحه هلا. انا اللي مستغربه يا جماعه الخير ان الثلاثه هذولي من خيره الطلاب عندي في المدرسه، خاصه عامر ما شاء الله عليه، خصوصا في ماده الكيمياء. لك وش تقول؟ رفقاء السوء والعياذ بالله. اسمع يا استاذ، انتم لكم اللحم وللعظام. والله انا اقول ما دام جو اليوم وجيهم هم بوجيه دراسة ولا هم مستعدين، أنا أقول خذوهم معكم، ثم إذا جابت الله يحفظك ويطول في عمرك أنا لي تصرف ثاني معه. من صاحب هذا الاكتشاف؟ أنا الحالي طال عمرك، وصدقني هالاختراع هذا ما جاء إلا بعد تعب سنين وسهر وخلها على الله، بس الحمد لله بالنهاية نجحت. وبصراحة يعني أدائك الوظيفي يكاد يكون سيء للأمانة، يعني عليك بعض الملاحظات وبعض التأخيرات، لكن بعد الاكتشاف هذا راح يشفع لك عند الإدارة. إلا وين سويته؟ في المختبر طال عمرك، وأنا تواصلت مع الوزارة وبيرسلونا بكرة مندوبين من عندهم علشان يوثقون اختراعي. وقال بكرة بتجي لجنة توثق الاختراع. وش ذا القهر يا عيال؟ دبروني اروح اشتكيه. تشتكي عند مين انت؟ وجهك وانت طاب في المدرسه ومسوي فيها مخترع، تبي تنكب نفسك وتنكبنا؟ طيب الحين وش الصوات؟ والله قهر والله قهر. لا تبكي لا تبكي يا عامر. ما بكيت انا يا درج، اصلا مو بانا اللي ابكي عشان اختراع. لا تكابر وامسك نفسك، خليك راجل، الحل عندي. وهذا اللي حصل مع عامر وشكش وياسر. تبغى الدليل؟ ارجع للكاميرا. انا بمشي على كلامك، لكن إذا طلع كلامك هذا مو بصحيح يا ويلك،
يا ويلك يا سواد ليلك، لأنهم بيدخلون في مشكلة كبيرة وبتكون أنت السبب. متأكد من كلامي 100%؟ ترى أبويا موصيني إني أعمل بأمانة ولا أكتب على حد. يا شيخ راح انتوا امانتك بعد، ترى نص سندوتشات المقصف اللي للطلاب ترك ما كله انت امان. الكاميرات معطله وما فيه اي دليل على كلامكم. علمكم هذا اتهام خطير لمعلم بسرقه الاختراع، وما راح امشيها لكم. وراي جلت بالدليل انت وياه. الف الف مبروك، الله يهب لك قنبله بين عيونك يا مخلوق. عقبال ان شاء الله اختراع جديد. الله يخليكم ويطول عمركم. صراحه قاعد تحرجوني انتم، انتم تخلوني بالحاله هذه احاول اخترع اشياء جديده. تستاهل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هذولي مندوبين الوزاره يقولون علشان نوثق المادة لازم انك تحضرها قدام. تفضل معنا المختبر. بصراحة أنا لازم أعيد. لا تعيد ولا تكرر، خلاص عرفنا من هو صاحب هالاكتشاف. تفضل يا عامر. كفو يا ولدي، قواك الله. اقعد يا المخترع. توكم ما شفتوا شيء. هي كيوت، ما تستاهلها البلاير، فعلا الحب أعمى، ولا شلون شافت كل هالعيوب فيه ومكملة معه؟ أصلا كل الرجال كذا يحبون يسيطرون على المرأة، وهي مسكينة سمع وطاعة، ولما ما بغى ينسحب من العلاقة انسحب، وشعر البنت ما تهمه. شو؟ ليش طفيتي؟ أنا الحين بعذر يوم أتأثر بالمسلسل، تاريخي كله طلاق وتجارب عاطفية فاشلة، لكن أنت وش عندك يا البزر؟ تأثرت بالمشهد، زيك. لا يا حبيبتي ما تأثرتي إلا وراء تسبلة. عمتي المشهد هذا لو شوفه عامر اللي ما يحس تأثر، وشان أنا؟ والله ما يندرى عنت. ددير بد ددير بد دير بد. بسم الله يما، بلتنا طالبين مليون. سلامات، صوتكم طالع البرة، وش عندكم؟ أبد كله شوف فيلم وتأثرنا. أما عاد تأثرون بفيلم، مهابيل أنتم. ايش عرفك أنت؟ اترك البيت وبذف عن ويج. طبعا وراي صارخ علي كذا، والله انها ما تستاهل. ترى هذا الصح، لان الحريم ما يبيلهم الا الشكم. شو هذا الصح؟ تلقاها الحين كرهته وكانت انسحبت زواجه. هذا كره شكلي بس، لان اغلب الحريم يبيلهم رجال حمش، رجال شديد يوريهم العين الحمراء. واكبر دليل عندك، شوف ذولي صار لهم متزوجين 30 سنه ولا طلقها ولا شيء، بس لو ارتخيت ودلعتها صدقني بتلقب وبتخلعك من ثاني سنة، مش ثاني سنة، من أول سنة، وبتطردك وتسحب عليك. تقولوا صاد؟ صفى عليك، لا تروح بعيد. شف عندك أبوي وأبوك وكل الجيل القديم زواجاتهم تستمر لين يشيبون، وحتى كلمة أحبك ما يعرفونها. هذه يبيلها خبرة، شعرفك أنت؟
شف أبعطيك حصة حصة وشلون تاكل البسكوت بالشاهي. أول شيء تدخلها 1 2 3 تقلبها تدخلها بالفرن. سهلة يا أخي، صعبة كل ما أحطها تذوب. إيه يبيلك وقت، شوي شوي تتعلم. ها كذا شف، 1 2 3 تقلبها. 1 2 3 كذا ممتاز. قلب بنت تصير فرف. بسم الله على بنتي، هذا كله من القهوة السوداء اللي تشربها ليل ونهار. يا بنت الحلال هي قهوة؟ أقول قلب بنت وعقلها مو بمعها، شكل واحد معلقها ولعبن عليها. أمس تصيح من فيلم رومانسي واليوم تضحك وتبوسم ما أدري من تسولف معه. وشو؟ حسبي الله ونعم الوكيل، هذا اللي ما حسبنا حسابه. اسمعي، لا تسوين فيها شيء وتتهورين، أبي تستراقبينها من بعيد لبعيد، ثم إن عاد لا مسكتي عليها شيء أبي استرنينها رن. ما عندنا بنات يغازلون، هذا اللي ناقص بعد. شوفي شوفي تضحك. بسم الله، وش فيس تسمين؟ شايف تنجني؟ لا بس خوفتيني، بشويش افتح الباب. لا خوفتك ولا شيء، انت اللي متوتره ما ادري وش عندك. مو متوتره ولا شيء، بس الناس تطقوا الباب قبل لا يدخلون. والله ما بقلل بزارين يعلمونا شلون نفتح الباب. اقول قومي وخلي عنس الجوال، نحط العشاء لام تبوت. ملزقت نوجس بذا الجوال 24 ساعة، هذا بدل ما تقولين أبنزل أسولف مع أمي، أسولف مع عمتي، أجيب لهم شاهي، أجيب لهم قهوة، ما أدري إيش عندس. قلازقتن بذا الغرفة ما تبين تطلعين، أمشي قدامي أمشي. إن شاء الله. نوف؟ اوف 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 اوف، من مسوي الكبسة؟ انا اليوم اللي مزينة الكبسة. كافو يا عمه. ايش رايك بكبستي يا خيي؟ ممتازة ولذيذة. لو انا معامر. معامر معامر سم، وينس؟ انا قلت ماني باكل لما تجي. ما شاء الله، بعد ما اكلت 3 لقمات الغالي الحلال قاعد اذوقه. وش هو زين ولا لا؟ اخي لا تخرب الرومانسية، تحب تخرب انت. ما يصير عامر ده ما خربها. تعشوا أنتم، جعله بالعافية. أنا مالي نفس، بطلع برا أشم هوا. كان لزمت عليها يبا. مو بشغلك. خزان قبلت لي إنسان فيه الحلا ألوان سبحاني من صور في شارع الخزان قبلت لي إنسان فيه الحلا. مرحبا أخوي، ممكن تساعدني؟ أمريني. السيارة تعطلت علي ولا أدري وش فيها وتوهكت. طيب أطلبي من حد التطبيقات. جوالي طافي ولا في شحن، المشكلة مو هنا، متأخر عن موعد العيادة، تراها قريبة على آخر الشارع يمين، بس أبيك توصلني. الله يعافيك. المشكلة وين أركبس؟ في الصندوق عيب، وقدام ما قد ركبت إلا أمي أو أختي. تكفى أبي فزعت. أوكي للضروري تحكام، انقزي. معليش ركبت معك هنا، بس لا تشيل هم، بني برد شن.
وراس محجر القطوة. مو محجرة الهام، هذا بيتها ومبسوطة فيه. أما عاد مبسوطة فيه، أنا يوم جتني كورونا قعدت أسبوع بالملحق بغيت أموت. لا لا لا، مو كل الوقت أخلي لوسي في القفص، بس وقت الطلعات. اسمها لوسي. حبيبي لوسي. عاشت الأسامي. وين العيادة؟ هنا العيادة. سلامات، أنت قايلة العيادة هذه حقت بيطرية. أوراقها معك؟ إيه، جوازها ودفتر تطعيم. إيش تحتاج؟ دفتر تطعيم على إذنك. أوكي ثواني. أم عاد ذي معها جواز سفر؟ إيه، أجل شلون تسافر معي باريس ولندن؟ ذي تروح باريس ولندن؟ الله يخلف علي، أنا أبعد مكان رحت جدة، بس ما أقول إلا يا ليتني بوسي وأصير صديق لوسي. إن شاء الله يكون عندك وقت وتسافر. الوقت موجود، بس المشكلة الطفرة شينا. اليوم عنده موعد تطعيمه واحدة ضد الفيروسات والميكروبات، جرعة تنشيطية تعتبر بسيطة يعني. ألعب يا القطوة المحصن، والله مو بسهل. هلا والله، اتحداك البيت البطل. ام عاد دوار ببيتكم. ايه دوار، وش عندك انت انهبلت؟ لا لا لا، بس اول مره اشوف دوار ببيت. تصدقين بديت احسد القطو على كل شيء. انت دمك خفيف يا عامر، شكرا لك، تعبتك معي اليوم. انت ما تعرف قدر لوسي عندي، لوسي عندي بالدنيا كلها. حتى انا حبيتها، لوسي ترحب من اول نظره، وبشرب عزس اي شيء تبينه تحت امرس وتحت امر لوسي. ردمي معس. مع السلامة. مع السلامة. أقول لك البنت في الكامل، عشان كذا ناديتك بك تضبطني. شربها يا عامر، عطني سنابها ومالك إلا اللي يرضيك. لا يا شيخ، تبي تسرقها يا هطف، أنا أبي شورك بس. غريبة يا عامر، مين من عوايدك؟ تحسبني زيك يا ورع؟ أنا بتزوجها. أخس يا عامر، تلعب على الثقيل أنت. إيه لا تطقطق، الحين الزبدة، باخذ رايك. هديها وردة. وردة يقد بك يا ابن الحلال. اسمع، البنات ما ينفع معهم الا الجوالات، جيب لها جوال. ام عاد جوال يا ابوي، هذه ما هي بكاش، اللي بعده جوال ما يمشي معها. اجل اسمع، مالك الا تجيب لها شيء تحبه حتى لو مو بغالي، اهم شيء يعجبها. جبتها، بكره هديتها تحضر عندها. أهلين عامر. هلا بالزود، أنت بالبيت؟ إيه، ليه؟ أبد، أنا عند باب بيتكم وبيس الموضوع. أوكي تفضل أدخل، أنا نازلة. مرحبا فيك أخوي عامر. هلا بالزود، تصدقين بيتكم أفخم من حياتي. الله يقطع سواريفك. تفضل تفضل. طب غمضي يونس. ليش؟ أمانة أمانة، غمضي يونس. جايب لك قطاوة هدية لوسي علشان ما تطقها النفسية. وش ذا؟ طلعهم من البيت. سلامات، ثلاث ساعات وأنا أدورهم بالشوارع وألحقهم من سيارة لسيارة، بالأخير تقولين كذا هذا جزاتي؟ تبي تخرب قطوتي؟ جايب قطاوة الشوارع عندي.
حتى لوسي خاف. وش ذا الشخص أنا؟ كلها قطاوة يعني. علشان ذي من نسيم النظيم حقتكم منحطين. عندك شروط يا ولدي يا صالح؟ إيه طور شعاره يا عم. أبد بسيطة، خل هذه علي. إيه بس أختي عندها شرطين. الشرط الأول تبي تكمل دراستها، والشرط الثاني تبي شهر العسل بالنرويج. وشو له النرويج وخساير؟ تبي تقص ظهر ولد أخوي، خالهم يأخذون لهم أسبوع في يبها ويرجعون، وأهم شيء التوافيق. عز الله أن تصاد زي خيك، هذا الحاتي اللي هي أعتمد عليه. وأنا من عندي أبا خلي العرس بالبيت، وشو له التكاليف؟ والله يوفقنا وإياه وتوفيق مبارك. بيض الله وجهك يا أخوي. إيه هذا الكلام السنع. عامر دق على الملك وخله يجي اليوم. الله يوفقك يا ولد أخوي. مبروك يا ولدي مبروك. الله يبارك بعمرك يا عم. الله يتمم عليك على خير يا ولدي. اللهم يميزك خير يا بيي. مبروك 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 جميعا. ألف مبروك، عقبالكم إن شاء الله. يهنيكم ويسعدكم. ومباركين عرس الاثنين ليلة ربيع اليوم اجمع بين قلبي. شلون ما تعرفين تطبخين؟ هم ما علمت الطبخ. أعرف أشياء بسيطة بس ما توصل كبسة حاشي يعني. يعني أنا أعرف أطبخ وانتي لا؟ حلو دامك تعرف كمل طبخات كجل. لا لا طباخ عندك أنا إلا طباخ. مو بقصدي كذا، قصدي يا كمل طبخاتك ولا نطلب من مطعم. الحين هذا جزاي أطبخ لك وانفخ لك وهذا طبعت معي قوة نطلب من مطعم حتى طبختي ما نبي مكملة. روح المطعم أجل. يلا مشينا. كم مرة قلت العبات هذه لا أشوفها عليك؟ قلت ولا لا؟ إلا بس انا اشوف عبايه الساتره ما فيها شيء. وقلت لك اني اغار عليك ولا بكل من هب ودب يشوف وجهك والبسي نقاب، قلت ولا لا؟ ما تعودت البس نقاب، بعدين انا كذا اطلع ببيت اهلي عادي. هذاك ببيت ابوت، انت الحين ببيتي تلبسين عبات ونقاب مثل امي وامك وغصب عليك. انه ما اتفقنا على كذا قبل الزواج، بعدين هذه مساحتي الشخصيه. يلا ايش ورانا؟ يلا نتفق. قوم البس عبات للعالم والناس ومساحك الشخصيه عند عامر وبوت. أنا الحمد لله شبعت، بقوم أغسل على بال ما تخلص أنت. لا زين قومين معت الحين، وشلون أكمل أكل أنا؟ لا كمل أكل عادي ما قلت شيء. تقومين تغسلين قبل يعني تتفشلين مع الناس أنت ولا وش تبين؟ صالح لا تكبر المواضيع، أنا قلت بروح أغسل على بال ما تخلص أنت. انثبري بذلك أنا خلص ونقوم جميع. صالح عاد توديني بيت أهلي؟ إيش تبين بيت أهلك؟ هذا أنا رايحين لبيته. معليش بنام عندهم اليوم وأنت بكرة تعال خذني. يا مرة اسمعي الحاتي الحين ليل مو وقت زيارات، مخك بو شيء. صالح تكفى. لا حول قوة إلا بالله، تدرين عاد؟ أنا اللي أبي بيتكم، أبى أشوف وش تحلية معت. يما وع وع، ما أقدر أتحمل أسلوبه مرة زفت بس يهاوش، قسم بالله يا زين عامر عنده. ما علي يا بنتي، أنتم توكم متزوجين، اصبري شوي وكل الأمور بتنحل. يما مو مسألة فهم، هو أسلوبه مرة غريب ما يعرف يتعامل، تكفى نخليني عندكم اليوم، ما أبغى أرجع معه. عيب، وش ذا الكلام يا نوف؟ ترى مشاكل أول سنة زواج معروفة وانتو توكم متزوجين. استهدي بالله يا بنتي، قومي اغسلي وجهك وانزلي لزوجك ورجعوا بيتكم وبعدين كل المشاكل بإذن الله بتنحل. مير يا عميمتي هذه ميح ما تعرف شيء أبد، لو بقعد أشري من هالمطاعم لين حضرتها تعرف تطبخ أبدت جنة. هذا غير شوفت النفس والعنطزة. ما عليه يا صالح ما عليه، اصبر عليها شوي. نوف بنت أخوي من جيل ذا الوقت لا تعرف تطبخ ولا تعرف للسنع. بعدين بيني وبينك أمها حرمة الرفلة، ما ربتها على السنع من يومها صغيرة، ترى ما علمها الطبخ لنا. ما عليه أصبر عليها شهر شهرين وتمشي معك سيدة. السلام عليكم، وشلونك يا صالح وش أخبارك؟ بخير يا خال الله يطول لي عمرك. هاي نوف، خبيتي أغراضك اللي تبينها من الغرفة؟ ها؟ إيه
إيه الله يوفقكم إن شاء الله. عاد أبيكم كل يوم تقرون أذكاركم، ترى عيون الناس ما ترحم. يلا خذ حرمتك روح للبيت، الله يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله يا عمة. مشينا يا نوف. الله يوفقكم. مش نقول الأول بس فن كفو يا خوي كفوك الطير، وآخرتها بننحد على شاي كفتة. يا عيال صالح ما وحشكم لو فقدة. دقيقة دقيقة يا شباب وقفوا اللعب، خلوا كفتة يصبصب الشاي، لا يقعد يكبكب علينا. وش ذا غسال ذا مو بشاهي؟ هذا الشاي اللي أعرف أصلحه، ما حد قال لك تزوج أختك لصالح وتحرمنا من الشاي حقه. لا تجيب طاريخت على لسانك، تفهم ولا ما تفهم؟ أنا بروح أسوي الشاي يا عيال. من جد يا اخوان صالح من يوم ما تزوج ما طب ولا عتب الاستراحه نهائيه. عاده هو الحين في اهم مرحله، مرحله دق الخشوم والعين الحمراء، اذا قدر يعديها زين على زين، اما اذا اعطاها وجه ودلعها عز الله بيلقب. تتوقع هو داق خشمها ولا هي مشيته على كيفها؟ ما ندري، احنا عطيناها التوصيات والباقي عليه. تقوى اعطي الشايب اول. اقول لك فين اصدقائي عامر وياسر وشكوش؟ اخوياك موجودين في الحفظ والصون، هل حين نديهم لك؟ اجلس استريح، انا بتصل عليهم عشان يجوا ويتفاجئوا اني موجود. كفته خلوا علي يا النكبه لا تدق، انتظر برا لين يجيك، تفهم ولا ما تفهم؟ كيفك يا عامر؟ من انت؟ انا اخوكم وجاركم زيد. على فكره ترى اللي سويتوه هذا مو عيب، وانا فخور فيكم ومبسوط اني ساكن في حاره فيها شباب امثالكم يخافون على جيرانهم، بس للاسف انتم فاهمين الموضوع غلط. اغبيا يا جار اغبيا، تعال يا عامر طلع الرجال ما هو حرامي مسكين. انا اقول تعالوا تعالوا خلني اقهويكم وافهمكم السالفه كلها. شكلنا استعجلنا. وش السالفه؟ ما ادري، بس تعالوا نعرف باقي الموضوع. انت روح ولا خلوني هنا. يا ابن حلال لا تخاف، لا تصير زلابه انت، امش امش. واخوي يبغى يسبقني وياخذ ابوي عنده في البيت الحالة، ويبي هو اللي يبر فيه، خصوصا ان ابوي اكل الحمد لله على كل حال. ابوي عنده المرض الخبيث في رجله للاسف، ان لما لحقنا عليه والمرض انتشر في كل جسم. الحمد لله على كل حال. صراحة أنا قلت أبغى أكسب أجر أبوي وأخذ بره لين آخر يوم في حياته، وخصوصاً إن أيامه معدودة وهذه علمه عند الله. فكرت بأي فكرة قلت لازم أنا أبر فيه. صراحة الفكرة اللي جت في بالي إني أنحاش من كل الناس وإني أدولي فله واستأجرها وأجي أنا أبوي فيها وأبر فيه، على الأقل إني أكسب أجره إلى آخر يوم في حياتك. يعني ذا أبوك؟ إيه هذا أبوي، أبوي اللي تركت الناس كلهم عشان أبر فيه لآخر يوم في حياته. عاد تكفون يا عيال، أي أحد يسأل عني لا تعطونه أي معلومة، وخصوصاً أخوي، ما بيجي وياخذ أبوي مني. أنا لا يمكن أخلي أحد يجي ياخذ أبوي، أنا ودي أبر فيه يا عيال. اللي سويته شيء ما كنا نتوقعه، الله يرزقنا بر عيالنا.
اللهم امين. بصراحه انا ما ادري وش اقول لكم، لكن الله يجزاكم خير. وعلى اذنكم يا عيال انا بروح اشوف ابوي، اخاف يحتاج شيء وانا ماني بعنده. على اذنكم. يا اخي ما شاء الله عليك. يلا مشينا. ما عندك استراحة يا وليدي، تروح وتريح لي؟ الاستراحة وسلمناها، واخذنا عهد انا واخوياي ان نقضي باقي ايامنا في رعاية والدينا. وانا اطلب منك شيء؟ فرزني انزلع، شايفني محرز قدامك؟ لا 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 لا، بسم الله عليك يبا، لا لا ما انت محرول، بس انا ودي ابر فيك. تكفى يبا تكفى، لا تحرمني الاجر، خلنا ابر فيك لين ما تموت ان شاء الله. عجيب والله، انت انهبلت. خبر عاجل، بعد توفيق من الله في الساعة الثالثة فجرا تم القبض على المطلوب جزاء بن ذعار مع مرافقة زيد بن راشد بعد أن حاول الهروب إلى خارج المملكة. ويعد المطلوب جزاء ومرافقة زيد من أهم وأخطر المطلوبين في ترويج المخدرات، وتم محاولة القبض عليهم قبل عدة أيام في مداهمة، وقد أصيب جزاء ولكن لاذ بالفرار. كذاب. نرحب بكل من حضر ونقول ما قصرت وبيض الله وجيكم. رحبوا معي بضيوف صالح شباب القصيم. شباب القصيم. وهنا منهم ضيوف ياسر شباب تركي الأول. تركي الأول. ومن هناك هناك منهم هناك ضيوف الشيخ عامر. ضيوف الشيخ عامر شباب حي السري. حي السري. وهناك منهم هناك ضيوف شكش من جدة للرخاء والشدة. حي الهندوية. مرحبا. حي الهندوية. مرحبا. وهذول يا أصدقائي أصدقائي الحي أم الحمام. شباب أم الحمام. وهناك منو ما أصدق الشيخ عامر. الشيخ عامر البطل السيف الجبل الحمام. الحمار. الحمام. الحمام. واسمع لي يا شيخ عامر، أقدم لك شاعر الجزالة، شاعر الأدب، شاعر الثقافة، إنه شاعر الليل، عزوز الليل. أرهب ثم أرهب ثم أرهب، جينا نشارك ونبارك لنا المجلدات. مجلدات. مجلدات. جينا نشارك ونبارك لنا المجلدات، جينا وفروسنا سطر وتشيش. حي الله عامر والقعدان والمفطحات. لا تنسونا يا أخوان من الإكراميات والبخشيش. أنت جاي تشحد هنا؟ جاي أقتات عن طريق الشعل. يا أم أقتات عن طريق شارع المنصور في مكة. طس هناك إذنف. عريج. حي عريج. حي عريج. حلوة وسلوة، والثقة يبقى ثقة في محل الشيخ عامر جلح عامر راعي مجلعدات الجزيرة. معركة بكرة حامل وطيس فيها. بتدخل اشتاد ولا ما أنت بداخله؟ عفو عليك، أبدخل اشتاد، واللي كفوه يقرب. بتاخذ اشتاد؟ عقبني الفنجال إذا ما خذيته. الثقة يبقى ثقة، ولا لا يا عيال؟ ولا لا يا عيال؟ ما دام الدراهم موجودة يبطي أحد ياخذه وأنا عامر. كفو. يا أبو كفران! يا أبو كفران! يا أبو كفران! الكغلي عامر يقول انه بيدخل مزاد اشداد بكره. كلم الشباب هذا والله اللي عقبنا عقوبه يا ريدي. علي الملازم منه عقوبه. هي بالله عقوبه. انا وش اسوي؟ هو الشباب مني والشباب مني، المنافسين من جهه وهو من جهه، انا وش اسوي انا؟ لكن اشداد قدام راسي شم الهواء والله ما يذوقه. اقول لك ايش سويت؟ ضربتها إبرة ببراطمها. ضربتها ببراطمها. أنت خليك مع وهبي وهو يجمل اللي ما يتجمل. شايف هاي الناقة؟ راح تصير حديث البلد. وإذا ما ربحتكن جوائز وفلوس أنا ما أكون اسمي وهبي. يعني هذه الإبرة تنفخ برطم؟ بالضبط. بدك أنفخ لك برطمك؟ ضحكتني. أقول لك خلص شغلك، نبغى كل المنقية تخلص الليلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم المنافسة القوية بين أبو قبلان وصاحب مجلعد، من يفتح الباب المزاد؟ ألف ريال. ألف ريال. ألف ريال. ألفين. ألفين أبو قبلان. خمس آلاف. خمس آلاف صاحب مجلعد. عشر آلاف. عشر آلاف. عشرين ألف. عشرين ألف ريال. ثلاثين. ثلاثين ألف ريال أبو قبلان. خمسين. خمسين ألف. خمسين ألف. ستين. ستين ألف يا أبو قبلان. ثمانين. ثمانين يا صاحب مجلعد. مية. مية ألف. مية ألف. والله احترقت اليوم. مية ألف منافسة قوية. هاي راح مجلعد ايش تقول؟ مية وخمسين ألف. مية وخمسين. مية وخمسين ألف. مية وخمسين ألف. ها ايش تقول يا أبو قبلان؟ مية وخمسين. ها يا أبو قبلان. أقول عطية. لا داعي لا داعي لا داعي. أشداد له هلا يا أخوان. اللي ما يقوى أشداد لا يقربه. أتحداك يا المذيع البطل. مشينا يا عيال مشينا. سب الشيخ سب. مر علينا بالمخيم بإذن الله. روح يا أخ كفتة. نعم. البل هذه كلها فيها عبث. ايش عبث؟ مضربة أبر وملعب فيها. ما هو؟ يا شيخ يا شيخ انا بعلمك بعلم ما هو بزين. مو شان هي علومك اللي ما هي بزينة. منقيتك علامة شراها الكفتة طلعوها مع المشرحة. وش وش؟ اي والله يقولون فيها عبث. والله اني خابر خابر ان كفتة هذا ما يجي مراه لا الدواهي. من يوم شفت المقرود عامر وانا خابر انه بهذن حظنا ردي. لكن هين انا اوريك كفتة لك فت كفتة الشر. مش انا مش انا أعطيك الشغل هالحين يا أبو الكفاتي. أعرف وش لونك فتك في الصندوق هذا. أخلي جميع الناس اللي يشوفك. يلا يلا بسرعة بسرعة يا أخوي. وش اللي بسرعة يا أبوي؟ السرعة من الشيطان. هد هد. بعدين وراكم جايين تركضون طاردينك يا بلبل الثبابة. يا عيال ترى ذابحني الجوع. من قال شاورما؟ يا أخوي تحرك بسرعة. خلصني تحرك. طيب طيب خلاص بس لا تنفخ. بعدين ترى ما نسيت يوم تسكر الخط بوجهي. سلامات يا بوي. هد هد. أوكي تعطيني راتب بس ما تذلني. أربط حزامك. أربطه. أربطه. ممكن تتحرك؟ ممكن تمشي؟ خلاص أوكي أوكي. يلا حط رجلك بسرعة. طيب طيب. الدخ هذا بيسوي لنا مشاكل ولازم نمشيه الليلة. عندك سواق فنان مثله؟ اسمع انت وياه. عامر هذا في يوم من الأيام بيصير أهم واحد في الشلة. بس هذا مجنون. ما شفت كيف فقع عروسنا وزعجنا اليوم؟ لأنه ما يدري ايش قاعدين نسوي لنا. شوي شوي ويدخل في الجو معنا. وإذا دخل في الجو صارحته. وبعدها بيكون مفيد لنا كلنا. عموما اتركوكم منها الحين. خلونا نشوف وش بنسوي. نخطط للعملية الجاية. شلون ما سكيتوا الباب؟ تدير بد تدير بد دربد 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 دربد. سلام يا بلبل الثمامة. ركز يا فنان. الخمسمية دي طاحت من الشنطة. تسمح لي رجعها؟ ويقولون الفن ما يوكل عيش. ما شاء الله تبارك الله. الشنطة مليانة كاش.
خلاص يا عامر، انت دوامك اليوم، بكره نفس الوقت تكون هنا. وش بنسرق بكره؟ عيب عليك، حرامي يرفع سلاحه على حرامي. أنا معك يا عطف. وأنت شلون عرفت يا حليلك؟ أنا ما سموني الطارة عبث. الزبدة الحين أبي حقي من الجرية كامل مكمل. حقك موجود، بس أنت تعرف اللي يخوننا وش يصير فيه يا عامر؟ لو أبي أخونك كان خلتك من زمان. أنا كنت أبي سلف 500 ريال، والحين جتني فرصة ولا راح اطيرها من يدي. كذب. عرفتوا من هو فايز؟ يعرف الرجاجيل من عيونهم. تفضل انبسط وفلها، وسعت للعملية الجاية يا بطل. هذه كم يا ولد؟ لا يكون زرفيني، بس ترى أكره شيء عندي إن الحرامي يسرق أخوه الحرامي. لا تخاف، لا تخاف يا عامر، نفس نصيبنا. كفو الحين، عصابة مسوي زحمة، بالأخير ما عندك إلا ذا الاثنين السبايك. أنا أقول لازم نزيد عدد العصابة ونخليهم كثيرين، وعندي لك ناس أذكية، أذكية جدا مثلي وشرواي. شرواك الطيب. والله ما تضحكون أنت. يا ابوي ليش تكبس؟ قلنا نلحقه بدون ما يدري. اقول لك اسكت انت. تبل الطريقه يا استاذ. النشبه دايبي. الو عامر يا اخي، هدي السرعه، ما احنا عارفين نلحقك. جالسين نطاردك وانت مسرع مره. كم مره انت؟ شو تقول له؟ يعني هذا وقتنا الحين. عامر وقف يا عامر. من ذولي؟ عامر وقف. شكلهم مباحث. تعال الحين اضيعهم. وقف يا عامر وقف. كفو عليك يا طارق، كفو. كفو ذي وين اصرفها؟ دزني ب10% زيادة لأني زبنتكم المباحث. لو الدرج اللي ورا ذا يسوق كان الآن انطرحنا وبالتوقيت.
قال ايه؟ قال حفله. يا ابوي هذا مبنى شركات. يعني يكتبوا علينا انه ما في حفله؟ لا لا ما هي بحفله ذي. كون شوف ايش حاصل. وش ذا؟ شكلهم بيسرقون. يا ابويا الاشكال دي ما لها الا الحكومه تربيها. سلامات ام حق حراميه. قطوا يا عيال قطوا. ولا حرك انت وياه. ارفع يدينك. ايش الارجي يا ابوي؟ انا ما سويت شيء. يا جماعه الخير انتوا فاهمين غلط. احنا الابرياء واللي صوت جوا حتى بالاماريه انا اللي بلغ طول العمر. اعطنا فرصه نحاسي. هلا بالعيال. وشلون كذا الله يطول لي عمرك؟ حرامي برا واحنا جوا. راح نطلعكم، يكفيكم اللي جاكم. ها بس فهمتها، عامر مباحث. لا يا كفته، عامر مو مباحث، عامر لما تدري انهم لصوص بلغ عليه وتعاون مع الحكومه. اعطوك المكافاه يا عامر. مكافاه ان الناس اللي برا مفتكين من شركم.